رهان الدولة على القطاع الفلاحي اليوم مع اشتداد أزمة البترول وتوجه الحكومة نحو ترشيد النفقات أو بالأحرى سياسة التقشف لن يؤتي ثماره المرجوة حسب متابعين يرون أن بعض مظاهر البيروقراطية والفساد نخرته لسنوات وجعلته قطاعا فقيرا. القطاع الفلاحي تعرض لحملة شرسة من الفساد والفاسدين الذين جعلوا منه مصدرا للاكتساب غير الشرعي، خاصة ونحن نعلم بأن مناطق كبسكرة كان الشباب يعني يستفيدون من التمويلات الفلاحية وقطع الأراضي الصالحة للفلاحة، ولكن الذين قدموا ملفات بأسمائهم هم أشخاص يعني مارسوا الفساد ولا زالوا يفعلون ذلك أو يحاولون فعل ذلك. الحكومة وفي خطوة منها سارعت إلى عقد لقائنا اليوم بولاية عين الدفلة من خلال إنزال وزاري ربما لم تشهده الولاية من قبل لحفظ ماء الوجه للأرض والفلاح وجعلهما رجل إطفاء لحريق تهاوي أسعار النفط، لكن عليها ترجمة خرجتها على أرض الواقع. بالنسبة للقاء الذي سيكون اليوم في عين الدفلة آمل أن لا يكون لقاء نظريا يبقى دائما في يعني خانة الأمور المكتوبة دون أن تنزل إلى الواقع. القطاع الفلاحي لن يكون في مأمن من التضابير التي جاء بها قانون المالية الجديد من خلال إجراءات التحصيلية الضريبي الذي يمس مباشرة المواطن وبعض الخدمات. القطاع الفلاحي لابد أن لا يمس لا من قريب ولا من بعيد بإجراءات تتعلق برفع الأسعار، خاصة وأن وزير المالية يوم أمس كان يتحدث على أنه يتم تعويض الزيادات التي تكون في الكهرباء للفلاحين. تخوفات الحكومة من استمرار تهاوي أسعار الذهب الأسود في أسواق النفط وعجزها عن إيجاد بدائل أخرى لخلق الثروة من شأنها أن يدفع بها إلى جعل الفلاحة قطاعا سياديا إن أرادت الحفاظ على ما درت به عليه حقول البترول في وقت سابق.